معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي سيد أحمد كامل. مرحبا بك يا سيد أحمد معنا. إذن 9 مواقع استهدفت ما تراه أمريكا وحلفاؤها، مواقع يمكن أن تخرج قدرات النظام الكيميائي عن العمل. برأيك سيد أحمد، هل نجحت الضربة في تحقيق ذلك؟ نسبيا ضعفت قدرة النظام على استخدام كيماوي، ولكنها لم تنهدم. ما زال عند النظام ما يقرب من طن من الأسلحة الكيماوية، وهو ربما يستخدم السلاح الكيماوي مرة أخرى. فإذا النتائج العسكرية ليست كبيرة، ربما تكون النتائج السياسية أكبر. إذن هي سياسية أكثر منها عسكرية. طيب، بوتين وصف الضربات التي شنها الغرب على سوريا بأنها انتهاك للقانون الدولي. لماذا برأيك لم يقم الروس بأي رد تجاه واشنطن؟ لا يستطيعون ولن يردوا. منذ 2.5 سنين الروس محتلين لسوريا، ومنذ 2.5 سنين الإسرائيليين قصفوا النظام السوري وإيران. من بينات القصف الأخير قبل 10 دقائق من الآن جرت غارة يعتقد أنها إسرائيلية على قاعدة إيرانية وكتائب طائفية أفغانية وعراقية تابعة لإيران في جنوب مدينة حلب قبل 10 دقائق. والروسي لا يفعل أي شيء للدفاع عن النظام وللدفاع عن الدولة السورية بمواجهة العدو الإسرائيلي وبمواجهة الأمريكي، لأنه غير قادر على ذلك. هو الروسي استدعي لسوريا لقمع الشعب السوري، لمنع تحول سوريا إلى دولة حرة وديمقراطية، لمنع أغلبية الشعب السوري من أن يحكموا أنفسهم ويتخلصوا من حكم الأقلية. هذا هو السبب الوحيد لوجود روسيا في سوريا، إضافة إلى تجريب السلاح. ولكنه لم يواجه لا الأمريكي ولا الإسرائيلي ولا البريطاني ولا الفرنسي. هناك من يرى أن الروس أرادوا الاستفادة من الضربة الأمريكية لتقليم أظافر إيران المتصاعدة في سوريا، ما رأيك بهذا؟ هذا ممكن، هذا ممكن تماما. ليعلم السادة المشاهدون أنه الإعلام يعمل ضجة كبيرة من أن النظام يحقق انتصارات، وهذا غير صحيح. النظام موجود في نصف الأراضي السورية فقط، وهو موجود مع الإيرانيين والروس وحزب الله اللبناني وكتائب شيعية عراقية وأفغانية وباكستانية وكوريين وصينيين، كل هؤلاء معا في نصف سوريا، ولكن تحديدا الروسي والإيراني، لأن كل هذول تابعين للإيراني. فإذا النظام محتاج للروسي ومحتاج للإيراني، والروسي يريد أن يثبت بأنه هو صاحب الكلمة في هذا النصف من سوريا، والإيراني يريد أن يثبت بأنه هو صاحب الكلمة في نفس النصف. وربما الضربة الكيماوية كانت يعني ربما هناك كلام عن هذا مفتعلة، يعني نعم، هي من فعل إيران ومن دون رضا الروس. طيب، يبدو أن الضربة العسكرية هذه الأخيرة الأمريكية الأوروبية دفعت إلى حالة اصطفاف في مواقف متباينة، كان أبرزها الموقف التركي الذي يعني كان بالأمس ينسق مع روسيا بشأن سوريا. كيف تفسر موقف تركيا المؤيد للضربة الغربية؟ تركيا مضطرة أن تساير الروسي ومضطرة أن تساير الإيراني، وليست حليفة لهما. هي ما زالت مع الثورة السورية ومع الشعب السوري ومع الربيع العربي، مع الديمقراطية والحرية في كل الدول العربية. ولذلك موقفها جذريا متناقض ومخالف للموقف الروسي والإيراني، ولكن الواقعية السياسية والمصالح المشتركة تفرض على الجميع أن يلتقوا ببعض. تفرض على التركي أن يلتقي بالروسي، وتفرض على الروسي أن يلتقي بالتركي، لأن الفترة بعد إسقاط الأتراك لطائرة روسية ثبت بأنه القطيعة ما بين الطرفين سببت لهم أضرار كبيرة وخاصة اقتصادية لا يتحملها لا الروسي ولا التركي. كيف ترى إذن مخرجات جلسة مجلس الأمن اليوم بشأن الضربات العسكرية في سوريا، وهل تمهد لضربة جديدة لتثبيت نفوذ الدول الثلاثة أمريكا بريطانيا فرنسا في المستقبل؟ متوقع ضربات أخرى، ولكن ليس بمشاركة فرنسا وبريطانيا وبمشاركة إسرائيل، وهذا حصل قبل 10 دقائق أو ربع ساعة من الآن
تواصل القصف الإسرائيلي للقواعد الإيرانية الإيراني والروسي وخاصة حزب الله اللبناني. وجودهم في سوريا صار يشكل خطرا على إسرائيل وخطرا على الوجود الأمريكي، والصدام الأمريكي الإيراني في سوريا قادم لا محالة. أشكرك شكرا جزيلا عبر سكايب من إسطنبول كاتب والمحلل السياسي سيد أحمد كامل.